هنالك شخص من الصحابة، هذه القضية مو قضية مال قبل 1400 عام، قضية كل يوم، اسمه ثعلبة. ثعلبة مو ثعلبة المعروف الذي نزلت فيه الآية المعروفة، هذا رجل آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يذهب إلى تبوك للجهاد في سبيل الله. عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أنه عندما يذهب إلى الجهاد يؤاخي بين الرجلين، واحد يبقى في المدينة والثاني يأتي للجهاد في سبيل الله. ليش؟ لأنه واحد يجب أن يبقى حتى يقوم بشؤون العائلة، العائلة كل يوم تحتاج إلى ماء، من الذي يوفر الماء للعائلة؟ العائلة كل يوم تحتاج إلى حطب للطبخ ولما أشبه ذلك، من الذي يوفر الحطب وما أشبه ذلك؟ فكان أحد الرجلين يبقى في المدينة والثاني كان يذهب إلى الجهاد. هذا اللي يبقى يقوم بشؤون العائلتين. النبي صلى الله عليه وآله آخى بين ثعلبة وبين رجل آخر، ثعلبة بقي في المدينة والرجل الآخر ذهب إلى تبوك. كان كل يوم يجي إلى زوجة أخيه ويقول شنو تردون اليوم؟ يردون حطب، يردون عجين، طحين أو ما أشبه ذلك يأخذه. المرأة كانت تكلمه من وراء حجاب، كانت هنالك پردة تكلمه من وراء ذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الحجاب يجب ألا يزول، الحاجز بين الرجل والمرأة يجب ألا يزول، لأن إذا الحاجز زال الشيطان يعمل عملا. في يوم من الأيام هذا ثعلبة وراء الستار من هذا الجانب، الشيطان وسوس له، وسوس له الشيطان فرفع البردة ورأى تلك المرأة ومد إليها يده. تلك المرأة صاحت به: ألا تخجل من الله يا ثعلبة؟ أخوك في الجهاد في سبيل الله وأنت تنوي خيانة أخيك، ألا تخجل؟ ما عمل عملا، مجرد نظرة ومجرد محاولة، ولكن هذا العمل مو بتلك السهولة التي تنتهي بأستغفر الله. هذا التلويث اللي يترك هذا العمل تبقى آثار في الروح. أدرك الخطأ الذي وقع فيه، ترك البيت والعائلة وذهب إلى الصحراء. عاد الرجل إلى بيته، سأل زوجته: ماذا فعل ثعلبة؟ شنو أحواله؟ قالت: إن ثعلبة جرى له كذا وكذا وذهب إلى الصحراء. جاء الرجل إلى الصحراء، رأى ثعلبة في حالة بكاء وتضرع واستغفار، قال له: تعال لنذهب إلى رسول الله ليستغفر، لتستغفر عند رسول الله. فجاء الرجل إلى رسول الله وهو ينادي: المذنب المذنب. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي قال له: ما قضيتك؟ قال له القضية. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لقد عملت عملا عظيما يا ثعلبة. النظرة الواحدة مو عمل هين، هذه النظرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
الكلمة الواحدة هذه مهينة، هذه الكلمة تلوث روح الإنسان. أكو حديث عجيب، من قارف ذنبا نقص من عقله شيء لا يرجع إليه أبدا. راجعوا هذه الرواية، الذنب آثار لا تمحى، الذنب آثاره تبقى. ارتكبت عملا عظيما يا ثعلبة، اذهب إلى الله واستغفر الله. بعد هذه الآثار لم تذهب آثار نظرة واحدة، فكيف آثار ما هو أكثر من ذلك؟ ذهب إلى الصحراء وأخذ يتوسل يلتجئ، يا الله الكل طردوني، كل واحد كان يشوفه كان يقول هذا هو ثعلبة الذي أراد أن يخون أخاه. حقيقة إذا الذنوب كانت تكشف للناس، شنو كان نظرة الناس إلى الرجل المذنب؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى حليم ويستر على عباده المؤمنين. راح إلى الصحراء، يا الله الكل طردوني ولم يبق إلا عفوك. بعد أيام يبدو أن تلك الآثار خفت، أن تلك الروح طهرت إلى حد ما. نزلت هذه الآية الكريمة، والذين إذا فعلوا فاحشة، النظر فاحشة، فكيف بالمفاكهة وكيف بالمصافحة وكيف بما هو أكثر من ذلك؟ فكيف بالغيبة التي ورد في الروايات أنها أشد من ذلك بمرات كثيرة؟ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه، اذهب وأخبره بأن الله قد قبل توبته. جاء علي صلوات الله وسلامه عليه ورآه تحت شجرة وهو يبكي ويتضرع، فقال له البشارة إن الله قبل توبتك، تعال إلى المدينة. جاء إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وآله يصلي صلاة العشاء، اقتدى ثعلبة بالنبي فقرأ النبي سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر، أموال، أولاد، مقام، ألهانا عن الحقيقة، إلى متى؟ حتى زرتم المقابر، يعني إلى شو وقت؟ إلى الموت. هذا الإنسان ما ينتبه إلى أن يموت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هناك نفهم ماذا فعلنا في هذه النشأة. وإذا بثعلبة يسقط مغشيا عليه، النظرة الواحدة هذه. ولكننا لا نعلم بماذا نعمل. الطفل تقول له هذا الماء ملوث، ما يفهم شنو معنى الماء الملوث. تقول له هذا السم قاتل، لا يفهم معنى السم القاتل، ولكن بعدين يفهم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. سقط مغشيا عليه، جاءوا ورشوا الماء عليه فوجدوه ميتا. هذا هو الذنب الواحد الذي ينظر بعين البصيرة، هذا هو الذنب الواحد. فكيف بالإنسان اللي أحاطت به الذنوب من كل مكان وأحاطت به خطيئته؟ موسى صلوات الله عليه رأى رجل دا يتضرع إلى الله، تضرع بكاء، رافع يديه في الصحراء يبكي. ذهب إلى الطور لمناجاة الله،
الله جل عندما ترجع قول لهذا الرجل إذا بكيت حتى تموت لن أقبل منك. ليش؟ لاحظوا العبارة، لأن في بطنه حراما، أكل أكل حرام، وعلى ظهره حراما، الملابس اللي لابسها ملابس محرمة، وفي بيته حراما، إن في بطنه حراما وعلى ظهره حراما وفي بيته حراما. والعياذ بالله، واحد فد مرة يشوف الحرام من كل جانب، بيته حرام، ملابسه حرام، لحافه حرام، فراشه حرام، نظرته حرام، كلامه حرام، في بطنه حرام، هذا شنو مقامه؟ ولكن متى ينتبه الإنسان؟ في تلك اللحظات عندما ينتهي هذا الحلم، هنالك ينتبه الإنسان. احنا الآن في نهايات السنة الهجرية، بعد 7 أيام وثمانية أيام تقريبا ينتهي عام من عمرنا، ويبدأ عام جديد لا نعلم أننا فيه من الأحياء أو من الأموات. الإنسان يجب أن يصفي الآن، الآن يتمكن من التصفية، الآن يتمكن من العودة إلى الله، الآن يعمل هذا العمل قبل أن تأتي تلك اللحظة حيث يقول أمهلني عاما، يقول له ملك الموت ذهبت الأعوام، أمهلني شهرا ذهبت الشهور، أمهلني أسبوعا ذهبت الأسابيع، أمهلني دقيقة ذهبت الدقائق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.